السلام عليكم ورحمة الله، رحب بكم في محاضرة جديدة. اليوم راح نتحدث عن 3 أسئلة مهمة لمادة الصوت. هنا عندنا What is the differences? What is the difference? ما هو الفرق between the voiced sound and voiceless sound? ما هو الفرق? What is the difference between voiced sound and voiceless sound? ما هو الفرق ما بين الأصوات المهموسة والأصوات الغير المهموسة؟ طبعاً الفويس هي المهموسة، voiceless يعني غير مهموسة، زين يعني أكو صوت بي همس وأكو صوت ما بي همس، أكو صوت بي وصوت ما بي. تعريف كلش مهم، وممكن يجيك سؤال، ممكن يجيك فراغ، يعني ممكن يقول لك هذا السؤال شو الفرق ما بيناتهم، جاوبه هذا الجواب. ممكن يجيك سؤال آخر يقول لك عرف الفويس ساوند، نعطي تعريف يقول لك اعرف لي او نعطيني مثال مثلا الاس، او ممكن يقول لك نعطيني تعريف الفويسلس نعطيني عليه مثال تقول له كذا وتنطي الفويس. وكذلك ممكن يجيك فراغ فويس ساوند فراغ تقول له سويت ساوند ريدوسد وذ فايبريشن اوف ذا فوكال كوردز، هي الاصوات سبيتش ساوندز اصوات كلام ريدوسد يعني تنطق يعني تنتج وتنطق with vibration باهتزاز of the vocal cords للحبال الصوتية. اذا هي الاصوات اللي يكون عندي بيها اهتزاز، هي الاصوات اللي يكون عندي اهتزاز بيها، مثلا صوت السه. سؤال اخر هو voiceless sound، هي الاصوات الغير مهموسة. speech sounds produced with vibration of the vocal cords، هذا عكسه، يعني بس هناك with هنا without، هنا with هنا without، هي الأصوات التي تنتج speech sounds produced with without vibration of the vocal cords، بدون اهتزاز للحبال الصوتية without vibration of the vocal cords. زين، سؤال الآخر يقول what is the differences، هذا تعريف كلش مهمة وهذا الترجمة هنا قدامه. طبعا هنا speech sound يعني أصوات الكلام، produced يعني تنتج، without vibration دون اهتزاز of the vocal cords للحبال الصوتية. سؤال الآخر يقول what is the differences between vowel sounds and consonant sounds. طبعا الساوند يعني أصوات الكونسوننت وأصوات الفاول. الكونسوننت sound in which the air from the lungs is seriously obstructed in the mouth and which are similar in position in the word. وهو يعني هذا نقدر نحن نسوي لكم اياه مختصر. شكل كبير جدا احسن الى التي تسويها بشكل كبير او بشكل قوي. زين هم عددهم 24 consonant اصوات الكونسوننتس sounds اصوات in which air from the lungs is seriously obstructed، هي الاصوات التي in which air والتي فيها air يعني الهواء from the lungs من الرئتين is seriously obstructed. seriously يعني كبير، obstructed يعني يتم انسداده او يتم اغلاقه، in the mouth في الفم، وعددهم 24 باللغة الانجليزية. تجعل الفاول يعني هي شنو معنى الكونسوننت، هي الاصوات التي يكون هناك اعاقة لمجرى الهواء، يعني هذا هي الكونسوننت. مثلا نقول الت، شوف اذا اكو اعاقة لمجرى الهواء. نجعل الفاول ساوند بريديوست ثرو ذا فوكال كورد وذاوت كونستركشن اوف ذا اير فلو ان ذا ماوث. ساوند بريديوست صوت ينطق ثرو من خلال ذا فوكال كوردز من خلال الحبال الصوتيه وذاوت كونستركشن، وذاوت كونستركشن يعني بدون اعاقه، دون انقباض او دون اعاقه، of the airflow لتدفق الهواء in the mouth. إذن أصوات العلة من أنت أنخرجها ما يكون بها إعاقة،
مثلا شوف، نقول صوت الآي، آي الهواء يخرج من الرئتين مباشرة ماكو إعاقة، أو مثلا آي، أو مثلا إيه، أو شوف ماكو إعاقة، الهواء يخرج مباشرة، بينما بالكونسونت من نقول ت أو الد هذا أكو إعاقة. هذا هو تعريف الكونسونت وتعريف الباول، كلش مهم. نجي إلى الويك كونسونت والسترونج كونسونت، الأصوات القوية والأصوات الضعيفة. Consonant in which the air is pushed out by the lungs and with a little force. Consonants يعني أصوات in which air والتي فيها الهواء is pushed يدفع out يدفع خارجا عن طريق الرئتين by the lungs with little force بجهد أقل أو بقوة قليلة. إذن الويك تحتاج جهد قليل حتى أنطق، هي من اسمها ويك. أما strong فتحتاج consonant in which air is pushed out by the lungs with more force، هي الأصوات التي تخرج إلى الخارج ويكون هنالك جهد أكبر. strong consonant، أعيدها، consonants in which air is pushed out by the lungs with more force. Consonants in which air is pushed out by the lungs with more force هي الأصوات التي يتم فيها دفع الهواء إلى الخارج بواسطة الرئتين بجهد أكبر أو بقوة أكبر. إذن هي تحتاج إلى قوة أكبر حتى ننطق أصوات السترونج تحتاج جهد أقوى. ومثل ما ذكرت، إذن يجي الفراغ، يجي الصح وخطأ، اختيارات. يعني مثلا في احدى الجامعات اجى سؤال strong consonants they are consonant that need، هي الاصوات التي تحتاج more force، هي الاصوات التي تحتاج الى جهد قوية. صح ام خطأ؟ الجواب صح. ليش؟ لان هو قال لك الاصوات القوية تحتاج جهد اكبر، صحيح. او يقول لك weak consonant need a little force، تقول له صح. زين مراتي خطأ، يقول لك الويك كونسوننت الأصوات الضعيفة، ويك كونسوننت، شوف ويك كونسوننت نيد مور فورس، تحتاج إلى جهد أكبر. خطأ، الويك ما تحتاج جهد أكبر، الويك تحتاج جهد أقل ليتل، بينما السترونج هي اللي تحتاج مور فورس. فهذه ثلاث أسئلة جدا مهمة، ومثل ما ذكرت لك ممكن تجيك فراغ، ممكن تجيك يعني اختيارات صح وخطأ، ممكن يجيك يعني تعرف الكونسوننت، عرف الفاول، عرف الفويس ساوند، هذا كله تعاريف. يعني هنا عندك 6 تعاريف لازم تحفظهم، ويجي يعني ما اكو امتحان ما يجيبك الاستاذ سؤال من عندهم. زين عيني، ولا تنسى الامثله، يعني مثلا يقول لك اعطيني فويس، قل له سي فويسلس ذا. مثلا يقول لك السترونج، ايضا احنا بنعطي امثله، وراح ناخذ بعده اكثر واكثر، ننشر ونعطيكم ان شاء الله اكثر واكثر عنهم.